كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. وزي ما كلنا بنعرف رمضان هو شهر الخير والعبادة والتقوى والمحبة، الشهر اللي المفروض فيه الإنسان يركز في عباداته ويركز في المغفرة ويستغفر ربنا فيه قد ما بيقدر، عسى أنه الإنسان يوصل لمرحلة ربنا عز وجل يغفر له خطايا ويكفر عنه في هذا الشهر الفضيل. يا رب آمين آمين آمين. خير دعيلي توجيه. يعني طبعا كلنا مدركين أنه إحنا منحب نبالغ في كل شيء، وكل شيء جميل منحب نخربه، منحب نبالغ هيك، بصير عندنا مبالغات. ما بعرف كيف وصل معنا الموضوع انه هذا الشهر الفضيل قدرنا ناخذه لمرحلتنا. يعني هو المفروض انه هو ياخذنا لإيمانياته ولأجواءه، لكن احنا ابدعنا في انه اخذنا هذا الشهر الفضيل وبنينا طقوس تناسبنا احنا، لا تناسبه هو، تناسبنا احنا، واقنعنا حالنا فيها واستمرينا فيها، وهذا هو مربط الفرس، وهذا اللي راح نحكي لكم اياه في الحلقه هاي. احنا وضحنا انه رمضان هو المفروض يكون ماشي في اتجاه معين، رحنا احنا اخذناه لجهتنا. يعني مثلا قبل رمضان باسبوع، لو واحد رن لك الساعه 2 الفجر، اول شيء حيجيك انت اكيد في مصيبه، هذا بده ياني اتكفله في قصه، في مصيبه 2 بالليل بيرن لي، مهما كانت درجه علاقتي او قرابتي او صداقتي فيه، في مصيبه. الجو جو كفالي، حضر هويتك وانزل. برمضان الموضوع بتغير، بيرن لك يلا ننزل، طبيعي، وعادي تروح تاكله مثلا منسف، صار مقبول الموضوع. والله لو عمل هاي الحركه بعد اسبوع واحد من رمضان، لا تقوم ترفش تدبك في معده تدبك. طبعا قلنا لكم هاي ممارسات السهر الشديد والكذا، هاي بس برمضان، واولاد بيلعبوا بالحاره وبفقعوا فقيع والامور طيبه. اكثر المستفيدين بوجهه نظري هم الجنس حول البنات، لانه المفروض احنا لا نجمع مش الكل، عشان ما تحكوا شو خليك علمي ومش الكل ومش الكل مش الكل، فئه قليله، قله قليله نادره، خواتي بس. المفروض انهم بيروحوا مثلا البنات على مثلا الساعه 6 7 مثلا، ماكسيمم 8، فئه قليله. ها ها انا مش متخلف، في فئه عايشه بيننا ما نعرفش وين هي، احنا ندور عليها عشوائيا، انا حكيت عنها. هذول المفروض انه بيروحوا على العشاء، الا في رمضان ببلشوا الناس يطلعوا بعد التراويح، انه خلص صلينا تعبدنا، هسه نطلع نفرط الحسنات اللي جمعناها، نطلع نوزعها، وعادي بيروحوا، الامور بيس والامور طيبه، يعني الامور بتنعكس، الحياه حلوه والله، وخيام رمضانيه وارقص اتيها والأمور طيبة، وبنبطل إحنا نعلق عليهم حتى بالليل. يعني حتى الشباب برضو في فئة قليلة، إحنا بعرفش بسمع عنها سمع، يقال إنه في عنا مثلا ناس يكزنخين بيعملوا إشي اسمه التحرش، ما بعرفش حتى الكلمة هيك سامع فيها سمع. فهذول الناس حتى في رمضان بصير الأمور طيبة على 2 بالليل. منيح. هسا في شغلات حلوة جدا، أنت بتروح مرات من الشغل، يعني إمك إذا مدلعتك، إذا أنت بعدك عند أهلك، إذا متزوج زوجتك أصلا إذا طابخة في هذاك اليوم، ولو نفترض إنه أنت ساكن لحالك، انت غالبا اذا شاري اشي من برا كبيرك حتشتري طبخة، يعني رز مع اشي. رمضان الامور طيبة، سمبوسك وشربة وسلطات، بتبلش انه عندك سيستم، اول اشي هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي، فهمت؟ بعدين بتدخل الحلو، اذا 7-8 اطباق، اذا شو هاي جنة، شو يا رب لو كل ايامنا رمضان. قال في رمضان بصير مهم، قال مهم، ولكن انت مفطر. في فئة قليلة، صح نسيت احكي، في فئة يعني ندرة نادرة بسمع عنهم سمع، حتى انا عمري ما شفتهم بيفطروا في رمضان والعياذ بالله. شفتهم؟ بقول لك انا بسمع عنهم سمع، هذول زي طائر الرخ، زي الباص السريع، بسمع عنهم سمع هيك اشياء وهميه. احنا مجتمع فاضل الحمد لله رب العالمين، احنا شعب طيب بنحب بعضه. و تعيلي توجيهي سيدي، الله يا رب. هذا الاشي في رمضان جميل، روح التعاون، روح الطيبة، بس قلت لكم احنا منحب نبالغ في كل اشي. يعني حلو انك تاخذ لك كاسة مية تمرة، مش تروح محمل تريل على كل اشارة، خود بعدين زي الشاب هون يدعيلي توجيهي، لو انك مش توجيهي ايش كان، ما وزعتش تمر، شو كان وزعت علي؟ يعني حتى في عمل الخير منبالغ بنصير نقزز الناس، عمل خير دعيلي احمد توجيهي، امي جميلة دعيلي قبل شيء ما دعيلي.
اللهم إني صائم. يا سيدي الله يا رب. من المشاهدات الجميلة جدا في رمضان، وتضفي تضفي يعني، مش بس أولاد الحارة بيزعجوك وكذا، لأنه هذا مش نيته الإزعاج طبعا، الله أعلم في نيته، لأنه في قلة قليلة جدا نادرة نيتها الإزعاج. خلينا نحكي عن المسحرات، الله أعلم في نيته، هدفه إنه يسحر الناس، إنك تصحى على وقت السحور. هسا صح إنه بيجي بدري كثير أو متأخر كثير، مش هون المشكلة. أنا عندي تساؤل، هذا الزلمة بيداوم شهر واحد في السنة بعدين بيختفي، يعني صح إنه رمضان شهر البركة، بس هل معقول راتب شهر واحد بيصرف عليه 11 شهر الثانيين؟ النغمة التقليدية لأي مسحرات احنا تربينا عليها معروفة، ها؟ بس زي ما قلت لكم رمضان كتير صح، احنا اللي كتير غلط. في مسحراتي مر علي في الكوكب والله عامل ابديت وريمكس كمان، مشلبك الدنيا ببعض. احمد بن جميل يا سيدي بقى، يا الله يا رب. انا مش ماي ريد بول يا سيدي. ماشي مش راح تتعب. يا رب ابن جميل ينجح عشان يحل عني وعن المجتمع، لانه واضح انه رمضان هذا راح يقززنا او نيزك. طبعا المنظر اللي هون بذكرني في حمله الشراء، يعني كيف مثلا في عندنا موسم مدارس، في عندنا موسم رمضان بتحسه زيه زي الثلج، بس هي ثلج 30 يوم بينزلوا الجماعه على سامح مول بقشطوا كل إشي فيه، بصير ياخذ كل إشي، بصير يشتري شغلات اصلا ما بنستخدمهاش، بصير يشتري قمر الدين. اذا ما فيش حدا فينا بحب قمر الدين اصلا، بس بيشتريه. جوز هند اذا بكفيش، انت جوز هند تشتري جوز هند. فجاه بتسمع صوت التريلا قاعد بترجع ريفرس، انتبه التريلا ترجع الى خلف، بتصل فيك ابوك، انزل انزل نادي اخوانك والجيران والحارة، ليش جايبين مونة رمضان؟ يابا ايش فيه؟ يابا ايش فيه؟ لا لا ان شاء الله في شهر رمضان. طب ما كلنا دائما كل سنة في رمضان. المهم اللي قصدي احكيه كالآتي، يعني اللي انا بدي احكي لكم اياه، يعني ما تبالغوا في قلة قليلة، في نوادر قلة قليلة في هذا المجتمع ببالغوا في العزايم. بعدين بتحسها لعبة بيت بيوت، فهمت علي كيف؟ اليوم احنا عزمنا دار اخوي، دار اخوي بكرة بيعزمونا، بعدين دار خالتي بتعزمنا انا واخوي، فبرد بشوف اخوي عند دار خالتي، بعدين انا بعزم خالتي لانه عيب عزم، يعني خالتي عزمتني انا واخوي فبعزم اخوي، فبيجي اخوي، بعدين اخوي عيب خالته عزمته فبناديني انا كمان، يعني لعبه بيت بيوت الها اول ما الها اخر. بتصفي انت، بعدين طبعا معروف الطبق الاسهل والامثل المنسف، بيصيب الواحد امساك، بصير نفسك يا زلمه بتصير تقعد تالي اللي طبعا زي ما قلت لكم رمضان صح احنا الغلط. المشكله انه احنا كشعب، سوري ما بنش نحكي عن الشعب، بحكي عن حالي، في قله قليله، في فئه ضاله، قله نادره، بتعودوا على النظام الرمضاني اللي هو انك تنام متاخر وتصحى متاخر، وهذا النظام بعد رمضان بيضل عايش معك. يعني ان احنا قبل رمضان مثلا كل الشركات بترن لها والله احنا معجوقين هسه، معلش بنحضر رمضان، في رمضان طبعا معلش بدك لا تاخذنا، يعني فيش هسه شيكات لانه هسه احنا في رمضان، بعد رمضان معلش يا اخوي لا تاخذنا لانه طلعنا من عيد ومن رمضان، في شهرين احنا ما بنعمل فيهم ولا شيء، بس رمضان 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 رمضان، ونحط الحق على رمضان مع انه الحق علينا. خلونا نتعفف، خلونا نرتقي عن هذه الممارسات الضاله. طبعا مين بيمارسها؟ قله قليله، اهلي بس، اهلي، خواتي، اهلي وخواتي. فانا بتمنى هاي الممارسات من القله القليله اللي انا قلت لكم عنها انها تتلاشى، لانه زي ما قلت لكم انا ما بديش من الدنيا، انا بايع الدنيا وشاري الاخره.